الإنسان ما له شغلة وحدة، الإنسان بيعني إنه ممكن مجموعة من البشر تتعلم تعمل شيء، بعدين ممكن هالشيء ينتشر عند معظم المجموعات الأخرى حول العالم من البشر طبعاً، وبينضم هالشيء جديد لحياتنا وبيصير جزء من إنسانيتنا. فينا نسمي هالشيء تكنولوجيا. منطور تقنية جديدة بناء على تقنية أقدم منها، فبتروح بدورة بتعمل أثر كبير على أجسادنا وأدمغتنا وحياتنا كلها. مع هالتغير الجديد بتخلق حاجات وأفكار لتقنيات جديدة يلي الدورة بترجع تتفاعل معنا، وهكذا بتستمر الدورة الأبدية. التكنولوجيا دائمة التفاعل والتطور بهذا الشكل هي امتداد طبيعي لأدمغتنا وجزء أساسي من إنسانيتنا. وواحد من أشهر الأمثلة على هالموضوع هو الإنارة. تتخيل بيتك بلا ضوء أو شوارع مدينتك بدون إنارة؟ يقال إنه باريس بال 1667 كانت أول مدينة بالعالم بتنور شوارعها باستخدام شموع موضوعة بمصابيح زجاجية. بعد حوالي سنتين من هالحكي نورت شوارع أمستردام لكن بمصابيح أفضل بكتير. لندن لحقتهم بال 1684، وبنهاية القرن ال 17 كان في أكثر من 50 مدينة حول أوروبا شوارعها منورة، وصارت الحياة الليلية يلي بتنقضى بأحضان السرير تعتبر بالنسبة لكتير ناس مضيعة وقت. بس المثير للاهتمام إنه قبل انتشار الإنارة بهالشكل الإنسان كان ينام على دفعتين. بعد الغروب بحوالي ساعتين كان الشخص ينام ما يسمى النوم الأول، بعدين بفيق شي ساعة ساعتين قبل ما يرجع ينام النوم الثاني sleep 2. خلال الاستيقاظ بين النومين الأول والثاني كانوا العالم يدخلوا على الحمام، يدردشوا مع بعض، يقروا، يكتبوا، يمارسوا الجنس، يصلوا. والحقيقة الشيء اللي خلاني أول ما قريت عن الموضوع النوم الأول والثاني حسوا مألوف وما غريب أبدا هو أننا على دراية بمفهوم قيام الليل بالثقافة الإسلامية العربية يلي بلمح أنه ما كان مستغرب كتير وقتها أنه الناس فايقة بنص الليل. فكرة النوم الأول والثاني مذكورة بكتير أعمال أدبية من هذيك الفترة على أنها common knowledge وشي معروف. بس شو ممكن يقول العلم بهالخصوص؟ بالتسعينات في طبيب نفسي قام بإعداد تجربة بحيث ينحطوا الناس فيها بظلام دامس ل 14 ساعة باليوم، واستمرت التجربة لمدة شهر كامل. طبعا جسم مشاركي التجربة أخذ شوية وقت ليتعود، بس بالأسبوع الرابع استقروا على نمط واضح، 4 ساعات نوم، استيقاظ شي ساعة ساعتين، بعدين 4 ساعات نوم تانيين. بلشت التواب؟ نعاسك كل هالحكي عن النوم؟ بس ليش الإنسان بيتواب؟ شو وظيفة هالفعل المعدي أساسا؟ عند البشر وظيفة التثاؤب هي التبريد، وليست مرتبطة بنقص الأكسجين ولا بالملل كما هو شائع خطأ. وشي مثير للاهتمام أنه على ما يبدو عند كثير من الثدييات توجد علاقة بين مدة تثاؤب الحيوان مع وزن دماغه وعدد خلايا العصبية القشرية. يعني إذا معك طول مدة تثاؤب حيوان من الثدييات فيك لدرجة جيدة تتوقع وزن دماغه وعدد عصبوناته القشرية. لكن عند بعض الحيوانات ممكن يكون للتثاؤب وظائف أخرى مختلفة عن المهام التبريدية عند البشر، لأنه مثل ما بنعرف التطور دائما بيشتغل على ما هو موجود سلفا بالمسار التطوري وبيعدله مع الوقت ليوظفه بشكل جديد، والتعديل اللي بيزبط وبيقدم فائدة لبقاء النوع بيستمر. فالمسار التطوري اللي وصل فيه التثاؤب لعند البشر وصل لشيء غير مطابق عند غيره من الحيوانات. ففي حيوانات بتتثاوب لأسباب وأهداف أخرى مثل إظهار العدوانية أو الدوميننس السيطرة والمكانة بهرمية الجماعة أو وسيلة لمزامنة فعل معين ضمن المجموعة أو حتى الاستثارة الجنسية. وبجوز تكون سمعت من قبل أنه عدوى التثاؤب على قد المحبة والتعاطف. هو الحكي فعلا في عدة دراسات لقيته ودعميته، لكن في دراسة تم نشرها بال 2014 تدعي بأنها الأكثر شمولا وكتير كومبريهنسيف بتركيزها على موضوع عدوى التثاؤب، وانعملت على 328 شخص، ما لقت علاقة بين مدى كون الشخص عرضة لعدوى التثاؤب وعوامل التعاطف أو الذكاء أو الوقت خلال اليوم. بس شافوا فيه أن المشاركين كانوا أقل عرضة لعدوى التثاؤب كل ما زاد عمرهم، وهالشي حتى لما خلوا سقف الأعمار يكون 40 سنة. بس مع ذلك العمر لحاله ما كان كافي يفسر كل التنوع بعدوى التثاؤب، وما زاد الموضوع بحاجة لدراسة أكثر. طيب عرفنا ليش الواحد بيتثاؤب، بس ليش أصلا الواحد بينام؟ شو الوظيفة التطورية يلي بيأديها النوم؟ حقيقة هاد سؤال أصعب بشويتين ثلاثة لأنه لسه ما وصلنا للجواب. في فرضيات مختلفة، شي بيقول لك مشان توفير الطاقة، لكن لما بنقرب شوي بيظهر بأنه الكالوريز يلي بنوفرها بالنوم لا لو ما مستاهلين. وشي بيقول لك لأسباب تتعلق بالمناعة، وناس بيقولوا لك مشان الترميم لحتى الدماغ يظبط وضعه ويثبت الذكريات المهمة ويفلتر الصلات العصبية غير المهمة، وفي شوية تجارب تدعم هالكلام. فلسه ما في اتفاق على كلمة أخيرة بخصوص هذا السؤال الصعب. بس لو سألتني مثلا ليش بنحلم، كمان كنت رح أقول لك أنه ما بنعرف ومعنا جواب قاطع للموضوع. لو يعطوني دولار كل مرة بقرأ هالجملة وأنا عم أعمل ريسيرش لشي كنت أبرد الفقر بس من هيدي الحلقة. لكنه سؤال أنا متأكد بأنك سألته لحالك بشكل ما بلحظة ما من حياتك،
وغالبا كانت بعد ما فقت لك من شيء حلم كتير هيك كان يبدو واقعي وفيفيد. نحن بنعرف بانه الخرافات يلي انحكت عن الاحلام مبلشة من ايام الفراعنه، وتفاسير الاحلام المسخره بشيء تحت غطاء ديني وشيء تحت غطاء علم نفس تشليفي، وكلهم بنحطوا معك بأقرب سله مهملات. والفلاسفه لليوم ما تركوا الاحلام بحالها. فيلسوف ألان دي بيتون بيشوف بانه الاحلام وسيله نتذكر فيها قديش دماغنا مبدع لما بيقعد يركب كل هالسيناريوهات العجيبه، ووش فلان على شخصيه علان، وكنا ببيتنا بس فيزيائيا ما كان بيتنا، وكانه في فنان او مخرج قمه بالابداع عايش جواتك عم يقول لك انا موجود، لا تستحضرني فقط بالليل، استخدمني بكل سياقات حياتك بالنهار. بل صدقا عانيت وانا اقنع بحالي ما اذكر بهالحلقه الفرضيه الشلفه اللي طلعت معي بعد احلام امبارح. يمكن لازم نعمل فقره اسبوعيه مخصصه للتشليف منسميها فرضيات ببلاش، هي انه مقدمة مجانا لعلماء المستقبل من البشر والذكاء الصناعي يختبروها. بتخيل قديش كان بيجي تعليقات المشاهدات على كوز لو بنعمل هيك فقره. لكن بعيدا عن التشليف، في كم شغله ظريفه بنعرفهم علميا عن الاحلام. اول شيء للتذكير على السريع بانماط النشاط الدماغي خلال النوم. انت بتنام على شكل دورات متعاقبه بتستمر كل دوره منهم حوالين الساعه ونص، وتمر خلالها بعده مراحل، سليب ستيج 1 و2 والنوم العميق، وكل هدول بيتسموا نون ريم سليب تمييزا لهم عما يسمى ريم سليب، مرحله حركه العينين السريعه. عاده انت بتنام بين 4 ل 6 دورات بالليله، وبالدوره الاولى بتكون مرحله النوم العميق طويله ومرحله الريم قصيره، ومع كل دوره لقدام بيقصر النوم العميق وبتطول مرحله الريم. وخلافا لما هو شائع، الاحلام بالحقيقه ما بتصير فقط مرحله الريم، بل بتصير مراحل الباقيه كمان. كيف اثبتوا هالشيء؟ عم يسجلوا نشاط الدماغي للمشاركين النايمين بالتجربة، ويفيقوهم بمراحل مختلفة من نشاطهم الدماغي، ويسألوك كنت عم تحلم، وغالبا يقول لهم ايه. تخيل ما ابشع هالتجربة، قديش لازم يدفعوا لك لترضى تشارك بهيك قرف. ما بس انه عم يفيقك من عز نومتك، لا وكمان هدفه يقطع لك الحلم، الفيلم المشوق اللي انت عم تعيشه وتحضره خلال الحلم. يلا كله فدى العلم، لاحظ اني ضربت العلماء بمنية وكأني كنت مشارك بالتجربة. ولكن فينا نتفهم ليش شائع بانه الاحلام بتصير بس بمرحلة الريم سليب، وقت العيون بتكون عم تتحرك بسرعة، لانه يبدو انه خلالها بتكون الاحلام فيها اكشن واحداث كتير، خلافا الاحلام حالة النون ريم سليب يلي بتكون مملة وبسيطة. وفقا لأحد الدراسات اللي جرت على عينة صغيرة من الاشخاص لمدة 10 ايام، المشاركين بالتجربة وسطيا حلموا بحدود 70% من نومهم بمرحلة النون ريم سليب، اضافة ل 95% من نومهم بمرحلة الريم سليب. ولقوا انه الاحلام مرتبطة بانخفاض الامواج الدماغية ذات التوتر المنخفض بمنطقة محددة بمؤخرة الدماغ. ولاحظوا كمان انه اغلب الاحلام بيتم نسيانها طبعا مثل ما بتعرف، لكن القدرة على تذكر الاحلام لاحقا مرتبطة بنشاط عالي بالفص الجبهي الامامي اثناء الحلم. بناء على ما يسمى نظرية الأحلام في محاكاة الخطر Threat Simulation Theory of Dreaming، فالأحلام يلي فيها كتير أكشن أو كوابيس ممكن يكون الهدف منها أنه مخك يختبر تجربة احتمالات هي بالواقع خطيرة بشكل ما، فخرج يجربها بمحاكاة بهالفضاء غير الواقعي بحيث ما يكون إلى عواقب ومخاطر حقيقية. بكلمات أخرى، خرج تكون أنت مهيئ أكثر من خلال هالأحلام لمواجهة مخاطر العالم الحقيقي. لانه مثلا بدراسات عملوها باحثين من فنلندا واربيل، حللت احلام اطفال كورد تروماتايزد يعني متعرضين لصدمات اما بشكل حاد كتير او بشكل متوسط، واطفال فنلنديين ما متعرضين لصدمات من قبل. الاطفال اللي متعرضين لصدمات حاده من عنف واضطهاد وهيك اشياء بلغوا عن احلام اكثر بكتير، واحلامهم احتوت على عدد اكبر بكتير من الاحداث الخطيره مقارنه بالمجموعتين الباقيه. بتجربة عملت بال 2010 اللي كانت تهدف لدراسة الأحلام بمرحلة النون ريم، تعلموا المشاركين بالتجربة مهمة ملاحة افتراضية، يعني لنقول لعبة فيها خريطة ولازم تتنقل فيها بمهارة لتنفيذ المهمة. وبعد فاصل زمني معين من هالشي تم اختبار أدائهم بهالمهمة. لكن خلال هالفاصل الزمني قبل الاختبار خلوا بعض هالمشاركين ياخذوا قيلولة ناب شي 90 دقيقة، والبعض الآخر يضل فايق. ظهر بالنتيجة إنه يلي أخذوا قيلولة كان أدائهم أفضل من يلي ضلوا فايقين. يعني الخلايا العصبية المستخدمة بالتعلم خلال الاستيقاظ تتنشط أو يعاد تفعيلها بالنوم. بس ما خلصت القصة هون. من ضمن يلي أخذوا قيلولة يلي حلموا بالمهمة كانوا أفضل أداء بالاختبار من يلي ناموا بس ما حلموا فيها. طيب هذا النون ريم سليب، شو مشان الأحلام بالريم سليب؟ هي بقى مرتبطة بالإبداع والقدرة على ربط المعلومات وبيانات أنت حصلت عليها من سياقات مختلفة وبالتالي بعيدة عن بعضها بشكل إبداعي لاستخدامها بتقديم حلول جديدة. بتجربة 2009 استخدموا اختبار محدد لهالمهارة يلي اسمه RAT Remote Associates Test على 3 مجموعات من المشاركين. مجموعة منهم ضلوا فايقين، ومجموعة منهم ناموا بس ضمن مراحل النون ريم، ومنهم يلي دخلوا بمرحلة الريم.
نتيجة أداء الاختبار الإبداعي كانوا الأفضل بوضوح هن المشاركين بالمجموعة الثالثة يلي حصلوا على REM sleep. إذا لما بتسمع نصيحة بتقلك لما بتكون قدام قرار كبير sleep on it إنه لا تاخده لبعد ما تفيق، قد يكون لكلامهم شيء من الصحة. بل تسمع شخص مثل ريك أورزوال بيحكي لك بأنه تقريباً كل يوم قبل ما ينام بيعطي مخه فكرة أو مشكلة يشتغل عليها هالمخ لحاله بالليل، على أمل بس في كورزوال يكون مخه بشكل لاواعي توصل لحل أو على الأقل تقدم شوي بالتعامل مع المسألة. وعلى فكرة مع أننا كبشر مننام أقصر مدة مقارنة ببقية الرئيسيات، فنسبة مرحلة نوم الرم عنا أكبر منهم كلهم. في لسه كتير وجهات نظر علمية أخرى بخصوص الأحلام، منها بيشوف إنه خلال النوم المخ بيمر بهالمراحل من النشاط اللي حكينا عنه واللي عم تأدي الوظائف بالتعلم والذاكرة طبعاً وغيرها مثل ما حكينا، بس إنه من الأعراض الجانبية لهالنشاط الكهربائي الدماغي هو ظهور هالأحداث العشوائية المصورة بفضاء وعيك، أو نقول بفضاء الشكل الغريب اللي أخذه وعيك أثناء النوم. والنظرية المعاصرة في الأحلام contemporary theory of dreaming بتقلك بأنه المشاعر اللي أنت كشخص بتحسها بوضوح هي اللي بتشكل أحلامك. فإذا أنت في شعور واحد مسيطر عليك مثل اللي بيعاني من صدمة بعد حريق مثلا، بتكون الأحلام بتعبر عن هذا الشعور الواحد، بينما إذا في عدة مشاعر فبتكون الأحلام أكثر تعقيدا، وبتقترح هالفرضية والكلام غير مثبت بأنه الأحلام هي طريقة لتذويب أو تبديد المشاعر السلبية. فلما بيتم معالجة مشاعر لذكريات أليمة بالأحلام بيكون المخ عم يسعى لتخفيف حدة الانفعال العاطفي المرافق لها. تقنيات التصوير الدماغي اليوم قادرة تستنتج بدقة لازالت متواضعة لكن واعدة شو الشيء اللي عم تشوفه بعينك فقط من خلال مراقبة نشاط دماغك. فمع تقدم هالتقنيات ما كتير تستغرب بالمستقبل القريب انك رح تكون قادر تسجل هالنشاط وبالتالي أحلامك على شكل فيديو. ظريفة ما؟ تفيق تلاقي على الكمبيوتر تبعك جاهز الفيديو بكل أحلامك مبارح، تفتح وتشوف الأفلام السوريالية العجيبة والأشياء غير مترابطة. لا وحيكون فينك تجيب رفقاتك أو مرتك يحضروا أحلامك معك مثلا إذا ما كانوا زائد 18 طبعا. ولنشوف مين أول مجنون سلاش جريء يلي رح يعمل قناة يوتيوب هي عبارة عن ستريمينج لأحلامه لايف كل يوم. المهم أنه نخلص قبل ما نوصل لهالتقنيات من التفسيرات الدينية والفرويدية ومدري شو ده الأحلام، وإلا رح تزدهر تجارة الدجل بتفسير الأحلام لسه أكثر وأكثر مما هي عليه اليوم. وما ناقصنا، ما رح أحكي عن الأمراض المتعلقة بالنوم مثل الإنسومنيا وهيك، بل رح أحكي على شيء شائع أكثر بكتير واحتمال بأنه يمسك أنت شخصيا أكبر بكتير. أول شيء بدنا نقول قلة النوم إلى أثر سلبي على كل شيء بيختر لك، يعني على صحتك ومناعتك وشكلك. قلة النوم مرتبطة بشكل وثيق بالأوبيسيتي البدانة وزيادة الوزن وارتفاع معدلات الجوع والشهية، وخصوصا الأشياء اللي فيها كربوهيدرات، وارتفاع التركيز المسائي للكورتيزول وقلة الحساسية للإنسولين وتحمل أقل للجلوكوز، وبيخل بتوازن الجهاز المناعي وله أثار خطيرة على ضغط الدم والاستقلاب والتنظيم الهرموني والالتهابات، ويعني أشياء ما تتمناها لحدا. بس اللي خلاني أعمل هالحلقة غير أنه بدي بشكلك وصحتك طبعا دايما يكونوا تمام هو الانحيازات الإدراكية. بتعرف نحن عربيز بنحب المخ الشغال والصاحي منيح. في ناس بتقلك أنا يدوب بنام 4-5 ساعات باليوم، كنت أتعب بالأول من قلة النوم بس بعدين تعودت وخلص قلة النوم ما بقى بتأثر علي ولا على أدائي بشغلي أو وظائفي الذهنية نهائيا. من النواحي الإدراكية قلة النوم إلها أثر سلبي على الانتباه، ردات الفعل، سرعة معالجة البيانات، الذاكرة بجميع أنواعها، وطبعا الطلاقة اللفظية. أكيد صار معك لما بتكون سهران قبل بيوم وبتلاقي حالك ما عم تعرف تحكي مزبوط وعم تخربط بالكلام. المشكلة هي أنه لما ذهنك بيكون بحالة حرمان النوم أنت ما بتقدر تقيم أدائك بالمهمات الإدراكية بشكل دقيق، لأنه القدرة على تقييمك لأدائك بحد ذاتها متأثرة سلبا بحرمان النوم. مثل الشخص اللي بيكون شربان كحول ومبين مزهزه وبلش يضيع وبيقول لك انا ما سكران وقادر سوق وفيني حل معادلات وفيني، وهو عن جد مقتنع بحكيه بس انت من برا شايف بانه موضوعيا ما قادر اصلا يحكم على قدراته وهو بهيدي الحاله. I'm not drunk, all right? I just have a speech impediment. في تجربه انعملت على طلاب متفوقين اعمارهم بين ال 15 و 19 سنه، التجربه استمرت اسبوعين، خلوهم كلهم يناموا أول 3 أيام 9 ساعات، بعدين خلوا نصف منهم يصيروا يناموا 5 ساعات، بينما الجزء الآخر تابع بالنوم 9 ساعات كمجموعة مقارنة. استمر هالتقسيم لمدة أسبوع وآخر 3 أيام رجعوا الكل يناموا 9 ساعات. وخلال كل هالكلام بيعملوا لكل واحد منهم اختبارات إدراكية 3 مرات باليوم. مثل ما تتوقع المجموعة اللي يناموا بس 5 ساعات باليوم صار عندهم تراجع بالقدرة على الانتباه المتواصل والذاكرة وبالمود بالمزاج الجيد تبعهم، بينما هالاشياء ما ظهرت على مجموعة المقارنة اللي ناموا 9 ساعات باليوم.
وهي المجموعة التانية يلي عم يناموا أفرادها منيح أدائهم باختبارات سرعة المعالجة عم يتحسن بشكل تدريجي يوم بعد يوم، بحكم إنه الاختبار عم يتكرر طبعا، فعم يتعلموا أكتر كل مرة فعم يتحسن أدائهم. لكن المجموعة الأولى يلي ناموا 5 ساعات بس باليوم ما ظهر عندهم التحسن التدريجي بالأداء، بل حتى بعد ما رجعوا للنوم لمدة 9 ساعات بآخر يومين من الدراسة مثل ما حكينا ظل أدائهم أسوأ من المجموعة التانية. هالكلام ضروري يسمعوه الأشخاص يلي ما بيناموا منيح خلال الأسبوع بس عم يناموا بشكل كافي بالويكند ومعتقدين بأنه هيك خلاص رح يرجع أدائهم الذهني للمستوى الأصلي. والدراسة التانية صارت من قبل باحثين من هارفارد بال 2016 هدفها تحاكي طريقة كتير عالم بأنهم يناموا عدد كافي من الساعات بعطلة نهاية الأسبوع بس بالخمس أيام تبع الشغل بيكون نومهم قليل شيء 4 ساعات. استمرت الدراسة لأربع أسابيع، بكل أسبوع بيناموا 5 أيام نوم قليل 4 ساعات وبيتبعهم يومين نوم مرتب 8 ساعات مثل الويكند. طبعا بالنتيجة شافوا أثر سلبية على عدة مؤشرات صحية، مع التركيز على أنهم ذاتيا ما حاسين بسترس بإجهاد ضغط نفسي، لكن موضوعيا نظم الاستجابة للضغط بجسمهم كانت عم تتفعل، يعني كانت activated بسبب تراجع مدة النوم لخمس أيام بالأسبوع. والنوم المنيحة باليومين التاليين تبع الويكند ما استرجعت هالاستجابات لمستواها الأصلي للبيسلاين تبعه. فهي قصة كسور النوم والاعتماد على الويكند جسمك ما كتير بيحبه. لقوا ما خلصت البلاوي هون، بتعرف انه انحيازاتك ضد عنصر او فئة عرقية ما ممكن تزداد بسبب قلة النوم؟ بتذكر حلقة قديمة من ريبلز حكينا عن انه في اختبار بيقيس الارتباط اللاواعي المخفي بذهنك بين فئة معينة من الناس وصفات ايجابية او سلبية؟ بدراسة نشرت السنة بال 2017 مجلة نيتشر مثل التجربة اللي حكينا عنها هلا، 5 أيام نوم قليل ويومين ويكند نوم منيح، واختبروا اذا المشاركين فيها يلي ما نامين منيح شو وضع انحيازاتهم اللاواعية تجاه المسلمين العرب. بالفعل شافوا عندهم انحيازات سلبية ضد العرب المسلمين، بس ما خلصت التجربة هون. بعد الجزء الأول من هالتجربة خلوا هالمجموعة تصير تنام نظامي 8 ساعات باليوم كل يوم لمدة 3 أسابيع، وبعدين عادوا الاختبارات وهالمرة اختفى الانحياز السلبي ضد العرب. يعني تخيل قديش في مشاكل بسببها الانحياز اللاواعي بحياتنا اليومية ناتجة بالحقيقة من قلة النوم. وبذكرك باللي حكيناه بالحلقة اللي شرحنا فيها الاختبار بالتفصيل، مجرد تكرار الاختبار ما بيحسن الأداء بالعادة، يعني الأثر الإيجابي للنوم الجيد غير مرتبط بإنها تاني مرة بيعملوا الاختبار هون، التكرار هون ما بيأثر وفيك تجرب بنفسك. الرابط مع المصادر كالعادة بوصف الفيديو على اليوتيوب تحت زر اللايك وجرس السبسكرايب. بكرة بس التكنولوجيا توصلنا لمحل نقدر ناخد حبوب مثلا ولا شي طريقة خارجية أخرى قادرة تعطينا مكافئ لكل وظائف النوم دون الحاجة له، كيف رح يكون شكل الحياة لو ما بننام نهائيا؟ كيف رح يكون شكل الاقتصاد والمجتمع البشري؟ رح يجبرك مديرك تشتغل 16 ساعة بنفس راتب 8 مثلا؟ ناقشني بالموضوع بالتعليقات، بس من هلأ لوقتها لما تسمع حدا بده يعلمك كيف بتقلل ساعات نومك بشكل سحري تذكر انه العالم ما بحاجة زومبيز سليب ووكينج، صار عنده روبوتات عم تلعب هالدور. العالم بحاجتك ما كشخص فايق أكبر عدد ساعات ممكن، بل العالم بده اياك مبسوط ومسترخي وبصحة بدنية وذهنية جيدة وتكون منتج وعم تعيش كواليتي تايم على هالكوكب أو غيره. نام 7-8 ساعات باليوم وبقية الساعات rock the world. ويلي بيقلك sleep is for the weak ما عنده خلفية علمية وضوحا، العلم بيقلك sleep otherwise you might get weak. نحن منحب النوم بس لما بنختبره ومنشتاق له لما منحس بالحرمان منه بسبب ضرورة الفئة بكير كرمال الشغل والالتزامات الأخرى. لكن شبه يوميا حوالين 11-12 بالليل بيكون قدامنا الخيار بإننا نحصل على نوم أكتر، بس ما بنقدر نشوف هالخيار لأنه في قدامنا شاشة عم تغذينا بمحتوى منحبه وغالبا ضوء الأزرق خربلنا circadian rhythms. على كل نظمة تشغيل جديدة اليوم فيك تخلي الشاشة أوتوماتيكيا تلغي هالضوء الأزرق بعد الغروب، عمل طقوس النوم الخاصة فيك ونام منيح. أكتر شيء شايفين حالنا فيه نحن كبشر هو إننا الحيوانات الأرقى وعيا والأكثر إدراكا، بس إذا ما ننا منيح بنكون عم نقرب أكتر من الزومبي يلي بيتحرك مثل الإنسان بس ما عنده وعي. العالم بحاجتك ما بس مستيقظ وإنما متيقظ woke. إذا عجبك الفيديو وحاب هالقناة تكمل شغل فيك تساهم بهالشي بإنك تزور patreon.com/ripples أو بإنك ببساطة تضغط على هذا الزر، وصار كمان فيك تدعم على PayPal بناء على طلب البعض منكم. شكرا كتير للناس اللي عم يدعموا ريبلز اوريدي على باتريون او PayPal. اتذكر تشوف الحلقات السابقة والمصادر كالعادة دايما بالوصف. انشر الفيديو مع اصدقائك اذا عجبك وعمل له لايك. اتذكر تعمل سبسكرايب للشانل وبشوفك بالحلقة الجاية. سلام.